الحقيقة يعني من الفعاليات الهامة جدا اللي تمت خلال الأيام الماضية وبالتحديد الأمس مؤتمر صحفي، ويمكن دي برضو تقليد حلو قوي إنه بجانب البيانات اللي كانت بشكل دوري للعملية العسكرية سيناء 2018 إنه بدأ دلوقتي انعقاد المؤتمرات الصحفية على في أوقات متقاربة يعني. فبالأمس كان في مؤتمر صحفي للمتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي، عرض فيه تفصيل نتائج أعمال قتال القوات منذ بدء العملية الشاملة سيناء 2018، والحقيقة لأول مرة برضو عرض العدد الكلي لشهدائنا. تم القضاء على 105 فرد من التكفيريين، واستشهد 16 من جنودنا من جنود القوات المسلحة. وبرضو لفت النظر أنه كان تم القبض على 2829، وأنه في البعض تم الإفراج عن عدد كبير منهم بعد ما تم التأكد من أنه عدم تورط في أي أعمال إجرامية أو إرهابية. هذا التقرير بيوضح لحضراتكم الدنيا كده بالكامل، وإيه الملخص لهذا المؤتمر الصحفي للمتحدث العسكري حول عمليات العسكرية سيناء 2018 الذي عقد بالأمس. القبض على 2829 فرد ما بين عناصر إجرامية ومطلوبة جنائياً أو مشتبه في دعمهم للعناصر التكفيرية، تدمير 1907 وكر ومخزن للعناصر الإرهابية تستخدم في الاختباء وتخزين الاحتياجات الإدارية والطبية والأسلحة والذخائر والألغام والمواد التي تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة، مع اكتشاف وتدمير 2 مركز إعلامي و2 مركز إرسال تستخدمها العناصر الإرهابية، واكتشاف وتدمير 471 عبوة ناسفة وكميات كبيرة من مادة C4 والTNT. عملية عسكرية لا ترتبط بموقع محدد أو بمسار خاص، وإنما تهدف إلى تطهير شامل. ده طبعا يا فندم مع مواصلة قوات تأمين الجبهة الداخلية بتكثيف دورياتها على مختلف الطرق والمدقات وتأمين الأهداف الحيوية بالدولة، وإحنا بينتشر حاليا حوالي أكثر من 600 دورية من القوات المسلحة والشرطة المدنية في داخل المحافظات المصرية. ولأن التركيز على وسط وشمال سيناء، إذ تؤكد القوات المسلحة دوما على وضع المدنيين وطرق الإمداد المستمرة لهم. القوات المسلحة فندم مستمرة في توفير الحصص التموينية لأهالي سيناء بمناطق العمليات وفتح منافذ للخدمة الوطنية، بالإضافة إلى قيام محافظة شمال سيناء بالتنسيق مع وزارة التموين لتوفير الخضروات الطازجة والسلع التموينية الأخرى اللازمة للأهالي. يد تعمر ويد تحمل السلاح شعار بات جليا في أرض المعركة. في سيناء احنا بنعمل حوالي 290 مشروع للتنمية والتطوير في شبه جزيرة سيناء، انتهينا من 134 مشروع، وما زال جاري استكمال 156 مشروع. بالتوازي يا فندم مع مناطق العمليات، العديد من المشاريع التنموية بتجرى على الأرض وبيتم العمل بها. زي ما قلت لحضراتكم ان ده تقليد ممتاز الحقيقه، انه يكون في بشكل دوري ما بين البيانات وما بين المؤتمرات الصحفيه، وده في حد ذاته طبعا بيكون العالم كله متابع هذه المؤتمرات، وانه برضو يكون في رد على الاسئله، وانه يكون في كشف عن كل ما تم في خلال الفتره السابقه اول باول طبعا. وانه بالتاكيد طبعا كلنا تاثرنا بالنسبه لانه عدد الشهداء 16، واحنا كان على مدى الفترة اللي فاتت بنشوف طبعا ما بين تشييع جنازات، ما بين بعض الشباب بيحطوا على مواقع التواصل الاجتماعي صور أحبائهم أقربائهم سواء كان من القيادات أو من المجندين. فيعني فعلا لاحظنا هذا الأمر في الفترة اللي فاتت. ربنا يوفق قواتنا المسلحة طبعا في كل العمليات اللي بيقوموا بيها. جريدة الأخبار برضو كانت عملت تغطية حلوة قوي لموضوع المؤتمر الصحفي، وأيضا كانوا تحدثوا عن أو يعني عملوا حوار مع أسرة الشهيد نقيب عمر محمد عبد المنعم. لو شفنا مثلا التغطية بالنسبة للصفحة 7 من اللي هي احنا عارفين اتفقنا انه
جريدة الجمعة دي اللي هي بتصدر الخميس بالليل، فكانت بعد نهاية المؤتمر الصحفي تحدثوا عن أنه المتحدث العسكري ركز على أنه تم القضاء على 105 تكفيريين وتدمير كافة البؤر الإرهابية. ومن ضمن الأمور برضو اللي أكد عليها القوات يعني المؤتمر بجانب، إحنا هو كان كتب ده على الصفحة اللي هو الخبر اللي من تحت ده على الشمال، الجيش يحذر من المنتحلين لصفة تابعة للقوات المسلحة لابتزاز أسر المجندين. كان كتبوا على الصفحة الرسمية، وتم التحذير ده يمكن من حوالي أسبوع. وفي المؤتمر الصحفي نوهوا على الموضوع ده، وكانوا برضو قالوا أنه تقريبا قبضوا على بنت كانت عاملة برضو بتنصب على أسر شهداء الجيش الشرطة، عفوا الشرطة، وانه كانت عاملة صفحة كده. برضو من الحاجات اللي اهتمت بيها الاخبار حكاية بطل لقاء مع اسرة الشهيد نقيب قوات مسلحة عمر محمد عبد المنعم ابن المنوفية. والدته كانت بتقول قال لي يكفي اننا نقاتل في سبيل الله والشهادة عز وفخر. زي ما قلت لكم نماذج كتيرة جدا للموضوع ده. برضو الأخبار شاهد على بطولات القوات المسلحة والشرطة في أرض الفيروز، أبطال الجيش يتصدون لمحاولة اختراق عناصر إرهابية لأحد ارتكازات الأمنية، تم القضاء على 4 تكفيريين مفخخين بزي عسكري مشابه لقواتنا. ده حضراتكم اللي هو آخر تطورات يعني بجانب المؤتمر الصحفي. الأخبار بتقول جريدة الأخبار إن هم كانوا شاهد على البطولات وعلى الفعلية الأخيرة. القوات الخاصة تداهم أحد الأوقات الإرهابية برفح، هنحارب لحد آخر نفس. ده كان الحقيقة الشعار كله بتاع كل يعني كل المصابين، كل اللي هناك في يعني لما تشوفوا بعد شوية هوريكم، هنعرض عليكم فيديو لواحد من المصابين وهو بيحكي وقد إيش الفخر وشجاع وشجاعة وحاجة يعني روح جميلة جدا. فالمصابون في مستشفى العريش بيقولوا هنحارب لحد آخر نفس. برضو الأبطال في حالة يقظة مستمرة، والكمين مزود بأحدث الأسلحة. طبعا زي ما قلت لكم إن احنا هنشوف برضو بعض النماذج وبعض اللقاءات، ولكن الحقيقة بعد المؤتمر الصحفي الكنيسة نزلت بيان على الصفحة الرسمية بتنعي في شهداء الوطن اللي تم الإعلان عنهم في المؤتمر الصحفي اللي كان يوم الخميس. تنعي الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أبناء مصر الأبطال من رجال قواتنا المسلحة الذين سالت دمائهم على أرض سيناء الحبيبة، سقطوا في معركة تطهيرها من كل الأوقار الإرهابية. نثق أن دمائهم الزكية التي روت أرض سيناء غالية عند الله وعزيزة عند الوطن ولدى كل مصري. قلوبنا مع قواتنا المسلحة الأبطال وشرطتنا الباسلة، حافظ الله مصر من كل عدوان وإرهاب. نثق أنه سيمن على الوطن بنعمة النصر النهائي على كل أعدائه. أمين. زي ما قلت لكم أنه هذا البيان أتى بعد المؤتمر الصحفي يوم الخميس 8 مارس. أيضا كان في احتفال بيوم الشهيد والاحتفال ايضا بالمحاربين القدامى، والرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه والقائد الاعلى للقوات المسلحه اناب الفريق اول صدقي صبحي لوضع اقليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحه. في صبحي القائد العام للقوات المسلحه وزير الدفاع والانتاج الحربي لوضع اقليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر، وذلك في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم. وأقام القائد العام يرافقه الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية بوضع باقة من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول، وعزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد. وبعدها كان ألقى التحية على بعض من الجنود من يعني قيادات القوات المسلحة لأنه القدامى، لأنه ده يوم الشهيد ويوم المحارب القديم. أيضا النهاردة الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع بقادة القوات المسلحة والشرطة عقب صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي، وذلك تزامنا مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بذكرى يوم الشهيد والمحارب القديم. وجزء أو تقرير عن هذه الفاعلية. على الصعيدين الداخلي والخارجي
والجهود المبذولة في إطار خطة المجابهة الشاملة سيناء 2018. فيما يتعلق بالملاحقة والقضاء على العناصر والبؤر الإرهابية بسيناء ومناطق الظهير الصحراوي وتأمين الحدود على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، وأشاد الرئيس بما تبذله القوات المسلحة والشرطة من مهام مقدسة لحماية الوطن والمواطنين، مؤكدا أن الشعب المصري يولي ثقته الكاملة في قدرة أبنائه من رجال الجيش والشرطة على القضاء على الإرهاب والتطرف واقتلاع جذوره ودعم ركائز البناء والاستقرار والتنمية بكافة ربوع مصر. حضر اللقاء الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة. زي ما قلت لكم برضو، بس بفكركم تاني بالجزئية دي اللي جت في الجرايد، ان القوات المسلحة تحذر اسر المجندين من عمليات ابتزاز. القوات المسلحة تناشد اسر المجندين المستجدين بالقوات المسلحة بعدم الانسياق وراء ادعاءات بعض الاشخاص القائمين على انتحال صفة عمل بجهات تابعة القوات المسلحة والقائمين على ابتزاز اسر المجندين ومطالبتهم بتحويل مبالغ مالية لهم وتهديدهم بإحالة ابنائهم الى القضاء العسكري لاتخاذ اجراءات قانونية حيالهم بدعوى فقدهم مهمات أو عهد أميرية. لذا تؤكد القوات المسلحة على عدم الانسياق وراء تلك الادعاءات والإبلاغ الفوري عنهم لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. دي بقى ده نوع تاني، اللي قبل كده كانوا بيبتزوا أسر الشهداء، أسر شهداء المجندين وشهداء القوات المسلحة. فده نوع تاني من الابتزاز، انهم يخوفوهم انهم ضيعوا حاجات وانه لازم يدفعوا تعويضات والا هيتحولوا للمحاكمة العسكرية. خلوا بالكم، وزي ما بقول لكم كانت قبض على بنت قالوا انها كانت فاتحة صفحة على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وكانت بتنصب على أسر مجندين وأسر ناس من الشرطة، يعني عفوا لو انا قلت قوات مسلحه كان من الشرطه، بتنصب على الناس من الشرطه. وبرضو البرلمان وافق نهائيا على انشاء صندوق شهداء ومصابي العمليات الارهابيه. ده كان خلال الجلسه العامه برئاسه الدكتور علي عبد العال. وافق مجلس النواب على مشروع قانون انشاء صندوق تكريم شهداء مفقودي ومصابي العمليات الحربيه والارهابيه والامنيه واسرهم. احنا في رقم 51 زمننا، تمام. واللي كان المشروع ده مقدم من الدكتور عبد الهادي عفوا القصبي ومحمد عبد الله زين. برضو القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الهجرة بتنظم دورة في الأمن القومي لأبناء المصريين في الخارج، ودي في فعاليات برضو كتير قوي بالتعاون ما بين القوات المسلحة ووزارة الهجرة. وبرضو طبعا بعد شوية هنقول لكم على موضوع، أفكركم تاني باللجنة اللي علشان توفيق أوضاع الموضوع التجنيد بالنسبة للمصريين في الخارج. زي ما قلت لكم أنه في جزء كان فعلا يعني جزء مؤثر جدا لبطل من القوات المسلحة كان فقد رجله في عملية سيناء 2018، وكان بيحكي ازاي صاحبه قدر ان هو ينقذه وياخده من المكان ويخرجه بره. واكتر حاجة لفتت يعني انتباه الناس كلها الشجاعة، لفتت انتباههم كمان انه الروح اللي بيتكلم بيها وانه قد ايه عنده سلام بالرغم من انه فقد رجليه. يعني فدي قد ايه انه ده درس لشجاعه الجندي المصري، والجيش المصري بيعلم العالم كله الشجاعه. من بعض الزيارات برضو لما جات لي، طب بتسالني ايه سبب سعادتك؟ يعني لخصتها في ثلاث حاجات اللي هم سبب سعادتي فعلا. كانت اول حاجه كانت ساعات اصابتي، كان جندي منبطل معايا، كان جندي اسمه محمد فيصل، كان معايا، كان عنده بتر في تحت الركبه في رجليه وانا عندي بتر رجلي الاثنين، وانا طالع بزحف على ظهري في الدبابه وكانت في النار، هو رجليه السليمه اتعلقت في كرسي الدبابه، انا فديتها له وانا عندي رجلي الاثنين مبتورين، ما سابنيش ونزل، لا ده شدني معاه وقف على رجل واحده وطلعني من وسط النار. دي كانت اول حاجه حسيت ان احنا في ترابط بيننا كلنا. تاني حاجة اما زمايلي ايه غابوا عني بقى، قلت بقى اما هم مش هيجوا، لا لقيت بعدها قعدوا 60 يوم وفترة طويلة، وبعد كده لقيتهم مجمعين نفسهم بعد المداهمة ما خلصت ان انا كنت هشترك معاهم فيها،
ونفس المكان اللي انا اتصبت فيه جابوا لي بقى الصور والحاجات وجم قعدوا معايا. وكل زياره بيجمعوا نفسهم عشان الجيل يبقى حواليا. فدي كان سبب زيارات كتير يعني بتسالني ايه السعاده اللي انت فيها دي؟ قلت لهم اول حاجات كتير خليني افرح. ده غير العلاقه بينه وبين تانية يعني ده حاجه كبيره يعني بالذات مثلا لما تحس ان واحد عمل حاجه لوطنه بجد يتشرف بيها ووطنه يتشرف بيه دي سعاده تانية خالص يعني. فدي رساله والله نفسي يعني توصل لزمايلي اولا يعني لان انا بحبهم جدا. لو كل مواطن مصري زي النمط ده كده مصر مش ممكن ابدا تعاني من حاجه. عمرها ما هتعاني وانتم موجودين بجد والله عمرها ما تعانوا. حضرتك والرئيس والجيش كله موجود واللي زي محمد واللي زيه كتير واللي زيه كتير بجد. يعني حقيقي موقف مؤثر. في كمان موقف تاني كان دموع محمد عمر مدير الفني للاتحاد السكندري بعد هتاف الجماهير لنجله شهيد القوات المسلحة، وده كمان بيقال انه ادى لبكاء عمرو اديب متأثرا ببكاء محمد عمر المدير الفني للاتحاد السكندري بعد هتاف الجماهير لنجله شهيد القوات المسلحة، وذلك عقب فوز فريقه على سموحة بهدفين دون رد في اللقاء اللي جمع الفريقين ضمن مواجهات الجولة 28 من بطولة الدوري العام. وكان برضو عمرو أديب يعني كان بيقول ارفع راسك فوق لا تزعل ولا تحزن هو في مكان أحسن، بيوجه برضو الرسالة لوالده يعني، واللي احنا فيه هو في مكان أحسن من اللي احنا فيه 100 مرة وهو في الجنة ونحتسب عند الله شهيدا. ده كان كلام وجهه عمرو أديب لمحمد عمر المدير الفني للاتحاد السكندري على استشهاد ابنه. برضو الفترة اللي فاتت شهدت لقاءات متعددة مع أسر شهدائنا من القوات المسلحة مش بس في العملية الأخيرة سيناء، ولكن في يعني في الفترات اللي فاتت كمان احنا عندنا شهداء كتير وشفنا نشيد الصاعقة قالوا ايه. وبالمناسبة على فكرة هو كان في تقريبا الإدارة التعليمية في القاهرة يعني، وكان في ناس بتمنى انه يحصل في الإدارات التانية، كانت أقرت بانه ده نشيد يتقال في طابور الصباح بس مش بدل تحية العلم. يعني النشيد ده يتقال نشيد حماسي قالوا ايه علينا قالوا ايه، وكمان انه يبقى فيه تحية العلم. وطبعا من الاسماء اللي بيتم تخليدها في هذا الشعار قالوا ايه هو الشهيد احمد المنسي. برضو زوجته كان ليها اكتر من تصريح، وفي نفس الوقت كمان انتشر فيديو بيقولوا نادر للشهيد احمد المنسي وهو كان اثناء تدريب الصاعقة، وبرضو بيهتف بشكل زي النشيد كده اللي زي ما قالوا ايه بشكل حماسي. نسمعه مع حضراتكم. قوية دي حياتنا هي دي الصح قوية دي حياتنا يا باقينا أبطال وحدتنا يا باقينا أبطال وحدتنا. قبلها كنا في وسط الزحمة قبلها كنا في وسط الزحمة دلوقتي بيسمعوا حكاياتنا دلوقتي بيسمعوا حكاياتنا. صاعقة اتعملت للرجالة صاعقة اتعملت للرجالة حد ضعيف واستهلا محالة حد ضعيف زي بقول لكم كان ليها زوجة المنسي كان ليها الحياة تصريحات كتير. اختارنا ليكم كان تصريح ليها او يعني حوار كان او مداخلة هاتفية مع برنامج هذا الصباح على شاشة اكسترا نيوز من كام يوم، وقالت فيه اتمنى تدريس قصة المنسي في المدارس وابراز علاقته بربه وبوطنه. منار سليم زوجة الشهيد البطل احمد المنسي علقت على مبادرة ادراك قصص الشهداء الابطال في مناهج التعليم والدراسة للاطفال، وقالت انها اتمنى ان ده يحصل فعلا وان يكون في تسليط الضوء على قصه زوجها على علاقته بربنا وعلاقته بالوطن والارض والتضحيات، وانها عايزه ده يوصل للاجيال القادمه. يعني ايه حب مصر؟ يعني ايه الانتماء؟ يعني ايه تكون وطني؟ يعني إيه انك انت تضحي من اجل الوطن؟ فدي برده كانت من الحاجات. وزي ما بقول لكم الفتره اللي فاتت كان برده يمكن تقريبا قيل انه كان على قناه دريم برده تقريبا كان في لقاء مع اسر بعض الشهداء وزوجاتهم، ودي كلها حاجات جميلة وزي ما بتشوفوا كده نماذج فعلا حلوة جدا.